بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الأولى في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الفقرة 2.3.4 اللي هي معنونة بالRelative Frequency Graphs. نحن مثل ما تعلمون حضراتكم في سكشن 2.3، في الفقرة 2.3، واللي كان هدفها إظهار المعلومات بشكل ترسيمي من خلال ثلاثة أنواع من المرتسمات، هي الهيستوغرامز والفريكونسي بوليجونز والأوجيفز. وهذا اللي بالحقيقة تمت مناقشته في سكشن 2.3.1 في النسبة للهيستوغرام، و 2.3.2 بالنسبة للفريكونسي بوليجون، و 2.3.3 بالنسبة للأوجيفز. في هذه السكشنز الثلاثة، هاي الثري سكشنز الفقرات الثلاثة، كان هدفنا منصب على الفريكونسي التكرارات. الفريكونسي، لكن احنا اذا تذكرون حضراتكم في سكشن 2.2 قلنا احنا كمهندسين في بعض الاحيان نهتم بالتكرار، وفي بعض الاحيان نهتم بالتكرار النسبي. بالتكرار وبالتكرار النسبي، يعني انا ممكن اخبر حضراتكم انه فئة معينة تحوي 40 قراءة، وممكن هاي 40 قراءة اصيغها لكم بنسبة اذا كان عدد القراءات الكلي هو 120 قراءة. فأقول لحضراتكم إنه هذه الفئة تحوي ثلث القراءات، ثلث القراءات. هسه سؤال، منو اللي هو أكثر دلالة؟ هل الأكثر دلالة إنه إحنا أقول لحضراتكم إنه الفئة تحتوي على 40 قراءة، لو الأكثر دلالة إنه أخبركم بالتكرار النسبي؟ بالحقيقة 40 قراءة لوحدها ما مفيدة إلا إنه إحنا نعرف عدد القراءات الكلي. أما النسب، فالنسب اللي قدام تنطي انطباع. مثلاً أنا أقول لك عندي 20 قراءة، زين، هاي إذا العدد الكلي 40 فمعناتها أنا أتكلم عن فئة تحوي 50% من القراءات. شوف، من أقول لحضرتك إنه عندي فئة تحوي 50% من القراءات تنطي انطباع إنه هاي فئة جداً مهمة. أما أنا أقول لك عندي فئة تحوي 20% من القراءات، سؤال 20% من شقد؟ فإذا التكرار النسبي أهم، بالحقيقة أهم من التكرار وأكثر دلالة من التكرار. فإذا المهندس قد يهتم بالتكرارات أو قد يهتم بالتكرارات النسبية. هاي التكرارات النسبية تسمى النسب، proportions، النسب. زين، وإذا رسمنا مرتسماتنا الثلاثة، يعني الهيستوغرام والفريكونسي بوليجون والأوجيف، رسمناها بدلالة الرلاتيف فريكونسيز التكرارات النسبية اللي قلنا أيضا اسمها الآخر النسب، يعني رسمناها بدلالة النسب. فعند ذاك تسمى هاي المرتسمات تسمى بالرلاتيف فريكونسي جرافس. فإذا صارت ملخص الكلام انه من نجي نعرض الداتا بشكل جرافس، قد نعرض الداتا بدلالة الفريكونسي، وقد نعرض الداتا بشكل ربما يكون في كثير من الاحيان اكثر فائدة، وهو ان احنا نعرضها بدلالة الرلاتيف فريكونسي التكرارات النسبية. مجموع التكرارات مر علينا، من نجمع التكرارات مر علينا في سكشن 2.2، تذكرون حضراتكم من نجمع التكرارات، إذا جمعنا الفريكونسي يؤدي إلى N اللي إلى size of data. أما إذا جمعنا الرلاتيف فريكونسي فيساوي 1.
والريلاتيف فريكوانسي، اي ريلاتيف فريكوانسي ايضا تتذكرون، هذا كله من باب المراجعه، من سكشن مر علينا في سكشن 2.2 من باب المراجعه. ايضا تتذكرون حضراتكم ان احنا شلون ممكن نستخرج التكرار النسبي. اي التكرار النسبي الريلاتيف فريكوانسي ايش كان يساوي اذا تتذكرون حضراتكم لفئه معينه؟ كان يساوي الفريكوانسي لهذه الفئه، التكرار لهذه الفئه على size of data اللي هو الـ n. فهذا هو التكرار النسبي. الآن هذه مسألة كنا المختصرات مسألة بسيطة بالحقيقة، وممكن يعني ندخل مباشرة ونبينها من خلال مثال. فراح ناخذ مثال نبين من خلال شلون نرسم الهستوغرام، شلون نرسم الفريكوانسي بوليجون، وشلون نرسم الأوجيف لكن بدلالة الريلاتيف فريكوانسي. فناخذ هذا المثال اللي هو example 2.3-11. فمنطوق المثال كالتالي: construct a histogram، قم بإنشاء مدرج تكراري frequency polygon مضلع تكراري and ogive ومضلع تكراري متصاعد أو تراكمي، لكن هالمرة using relative frequencies باستخدام التكرارات النسبية for the distribution distribution shown here، هذا اللي مبين في الأسفل. هذا الديستريبيوشن شي يمثل of the compressive strength، يمثل تحمل الكونكريت compressive strength تحمل الضغط العفو for 20 randomly selected concrete cylinder samples. إذن عندنا فد عينة sample تحتوي على 20 أسطوانة كونكريت، هاي أيضا مرت علينا سابقا، 20 أسطوانة كونكريت. نفحص هاي 20 أسطوانة، هذه أسطوانة 1، هاي أسطوانة 2، زين إلى هاي 2 إلى أسطوانة رقم 20، عندنا 20 أسطوانة فحصناهن under compressive، نضغطهم إلى أن يصير crushing in concrete، إلى أن يتكسر الكونكريت. ايش راح نحصل بعد ان نفحصهم؟ راح نحصل رو داتا. هاي الرو داتا نحولها مثل ما ناقشنا في سكشن 2.2 الى فريكوانسي ديستريبيوشن. فاحنا هنا حتى نركز على موضوعنا مباشرة أعطينا لحضراتكم الفريكوانسي ديستربيوشن، فهنا قسمناها إلى فئات، فئة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 فئات. الفئة الأولى تقرأ من 5.5 إلى 10.5 ميجا باسكال، القراءات كلها بالميجا باسكال اللي مر علينا أكثر من مرة شنو معناه ميجا باسكال. هاي الفئة تحتوي على قراءة واحدة، يعني يوجد اسطوانة واحدة عند كسرها تقع في هذه الفئة. الفئة الثانية من 10.5 إلى 15.5 تحتوي على اسطوانتين، من 15.5 إلى 20.5 ثلاثة اسطوانات وهكذا. قلنا عادة من نشيك يعني مثل ما ناقشنا في سكشن 2.2، إذا أردنا ندقق أن الحل مالتنا صحيح، فالمفروض مجموع القراءات يساوي N، والN هو كان size of data of data. هذا ما بي شيء جديد، كله مر علينا في سكشن 2.2، وهو جزء من منطوق المسألة، جزء من منطوق المسألة. يعني ما مطلوب من حضراتكم انه تجتهدون به في اي شيء، وانما هو معطى. الان الحل، من هنا يبدا الحل. اول خطوة في الحل انه احنا نحول الفريكوانسي الى ريلاتيف فريكوانسي. فناتي واحد من أصل 20، شو تساوي؟ تساوي 5%. نقول 1/20 تساوي 5%. 2/20 شو تساوي؟ تساوي 10% أو 0.1.
على 20 تساوي 15% 0.15، 5 على 20 تساوي ربع أو 0.25 وهكذا، 4 على 20 تساوي خمس أو 0.2، 3 على 20 تساوي 15% أو 0.15، و 2 على 20 تساوي 10% أو 0.1. الآن من نجمع حتى نشيك ما راح نحصل على N، لأن هاي تكرارات نسبية، راح نحصل على الوحدة الواحدة 1 أو 100% إذا كنا نتكلم بدلالة النسب المئوية. فإذا هذا هسه الآن صار عندنا classes و relative frequency، هذا راح يجعلنا قادرين classes و relative frequency يجعلنا قادرين على رسم الهيستوغرام. إذا نبدأ برسم الهيستوغرام. شوفوا هذا الهيستوغرام، ال x axis أو الأبسسة ما تغير بأي شيء، عندنا الأبسسة هو الكلاسز، شوف الكلاسز زين، بس الفرق بالاوردينيت، بدل ما يكون الاوردينيت او الواي اكسس بدل ما يكون فريكوانسي، شوف هنا حضراتكم، بدل ما يكون فريكوانسي صار هو ريلاتيف فريكوانسي. فالان كل فئه ايضا تتكون من مستطيل عرضه بعرض الفئه، لكن ارتفاعه بمقدار التكرار النسبي، مو بمقدار التكرار بهالشكل. فهذا فيما يخص الهيستوغرام. أما إذا أردنا نرسم هذا الهيستوغرام، أما إذا أردنا نرسم الفريكونسي بوليجون، فتتذكرون الفريكونسي بوليجون حضراتكم، ما نعامل الفئة كمستطيل، نعاملها كنقطة، والنقطة يعني كبوينت، والبوينت واقعة بالميد بوينت، فإذا يراد نحولها إلى ميد بوينت. فشوفوا 10.5 زائد 5.5 16 على 2، هاي على 2 طلعت الميد بوينت. فالفئة الأولى راح نمثلها بنقطة مقدارها 8، تكرارها النسبي هو 5%، فبهالطريقة نرسم، شوفوا 8 تكرارها النسبي 5. فبالتالي الفئة الأولى بدل ما مستطيل، لو تلاحظون حضراتكم، بدل ما مستطيل بهالشكل عرضة اختزل إلى نقطة اللي هي الميد بوينت. نفس الشيء نأتي للمستطيل الثاني، بدل ما يكون هذا بهالشكل، هذا هو المستطيل الثاني، هذا بالهيستوغرام راح نختزل إلى نقطة. الفرق إنه هنا النقطة يقابلها مو الفريكونسي، وإنما يقابلها الريلاتيف فريكونسي. نفس الشيء بالمثلث الثالث، بدل ما مستطيل راح يختزل إلى الميد بوينت، والميد بوينت يقابلها الريلاتيف فريكونسي وهكذا. ونفس الشيء بال الكوميوليتيف ريلاتيف فريكوانسي او الاوجيف ان تيرمز اوف ريلاتيف فريكوانسي، ماكو اي شيء جديد بالموضوع. يعني ننشئ هنا راكم، بس بدل ما راكم الفريكوانسي راح راكم الكوميوليتيف فريكوانسي. فالفئه الاولى راح تحتوي ما هو اقل من 10.5، وال 10.5 هو الابر باوند للفيرست كلاس، هو 5%. ما هو اقل من ال 15.5، وال 15.5 هي الابر باوند للسكند كلاس، هو الحد الاعلى للفئه الثانيه، راح يكون 10% المحتوى في الفئه الثانيه زائد 5% المحتوى في الفئه السابقه، فيكون الناتج 15%. الاقل من 20.5، وال 20.5 تمثل الابر باوند للفئه الثالثه، راح يكون ما هو محتوى في الفئة الثالثة اللي هو 15% زائد ما هو محتوى في الفئات السابقة اللي هو 15%، فيطلع المجموع 30%. ما هو أقل من 25.5، وال 25.5 تمثل الحد الأعلى للفئة الرابعة، راح يكون ما هو محتوى في الفئة الرابعة اللي هو 25% أو 0.25 زائد ما هو محتوى في الفئات السابقة 0.3 ويساوي 55% أو 0.55 وهكذا. طبعا هذا الكوميوليتيف فريكوانسي هنا بالتالي قطعا راح ينتهي إلى الـ 100% أو الـ 1 unit، إلى الـ 100% أو الوحدة الواحدة، لأن إحنا جاء نجمع تكرارات
نسبية. بعد ما قمنا بإعداد الـ cumulative frequency أو الـ cumulative relative frequency، الآن ممكن نرسمه بشكل أوجف مثل ما مر سابقا. كل ما هنالك إنه بدل ما على الـ y axis أو الـ ordinate، بدل ما نتعامل مع الـ frequency، راح نتعامل مع الـ relative frequency. الـ relative frequency وإلا ما بيفيد أي شيء جديد. وشكرا جزيلا لحسن الإصغار.